في تصعيد جديد من قبل حركة السترات الصفر في فرنسا، اعتبرت الحركة تقديمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه عن الإصلاح الاقتصادي اعتبرتها غير مقنعة، مؤكدة على مواصلة احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في خطوة توحي بتطورات تصعيدية في الشارع، أعلنت حركة السترات الصفر رفضها تقديمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرت خطابه عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع. السترات الصفر عادت التأكيد على مواصلة احتجاجاتها في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بأربعين مطلبا. الرئيس الفرنسي من جهته كان قد أعلن رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطتها. كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهرياً دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 يورو. من جهة ثانية، أعلن قصر الإليزيه في وقت سابق إن الرئيس الفرنسي سيستقبل ممثلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم المشاركة في الجهد الجماعي لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات السترات الصفر. على الطرف الآخر، دخل اتحاد الطلاب في فرنسا على خط الأحداث ودعا إلى تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات للاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. أنباء صحفية كانت قد أكدت أن اتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات اسم الثلاثاء الأسود، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم التي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي، حيث تعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم، حيث شملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية.